لو انك تشوف يعني احتفالات وتشوف شاشة عملاقة وتشوف المقاهي بلان وتشوف الشوارع فارغة اثناء لعب مباراة المنتخب الجزائري، وكل هذه الامور تشاهدها في المغرب، يعني الشوارع فارغة والمقاهي معمرة والشاشات العملاقة في بعض المدن مثل السعيدية، اليوم راح نشوفوا الاجواء في وجدة، يعني الفيديوهات تاعكم هبلوني بطريقة يعني كما تقولوا في المغرب حمقوني بوزيتيفمون، يعني سي انورم اقسم بالله غير تبوريش هذا الشيء ما تسيبوش عند امم واحد اخرين، يعني وين راهي الأمة هذه اللي تبغي أمة واحدة أخرى، مع العلم أنه إحنا أمة واحدة أمة محمد، لابد علينا نكونوا كاملين هكا مع بعض. يعني صراحة الجماهير المغربية راهي تعطي مثال كبير ورمز الأخوة واللي يعني الروح الرياضية واللي وقفة الرجال، يعني هذه سميها وقفة الرجال في وقت الشدة، يعني في وقت الرجلة في وقت الشدة اللي بزاف ناس يعني بانوا على حقيقتهم مالوغوزمون، وبانوا باللي ما يبغوش الجزائريين تظهر المغرب يعني الأخت ولا الأخ ولا الحب ولا يعني حب الجزائريين. صراحة أنتم حب الجزائريين، أنتم حبنا وأنا نحبكم بزاف ونموت عليكم ونبغيكم ونحماق عليكم بلهجتكم يا خاوتي في الله. صراحة يعني كل هذا الكلام ما يكفيش باش نشكركم على واش درتوا على جنة، يعني أنك تشجع بهذه الطريقة ويعني تحس بلي كاين صدق في المشاعر، أنك تشوف لاغياكسيون ديريكت تاع الجماهير هذوك من المقاهي ومن الساحات العامة، والله العلي العظيم أمر يعني يحسدون عليها الأمم، أمر خايفين منه الأمم. علاش؟ باسكو لو كان يكون اتحاد بين هذا الأمتين، يعني بين هذا الأمة الواحدة اللي فرقها عن الأمور اللي الله يبعدهم علينا كل البعد إن شاء الله. المهم خاوتي وصلوني بزاف رسائل، احتفالات هستيرية في وجدة، في الناظور، في كيفاش يسموا هذيك المنطقة، واحد المنطقة في الجنوب المغربي، المهم يعني مناطق كثيرة، وفي مقهى السعيدية، يعني هذا المقهى ولا الساحة يعني دايرين فيها شاشة عملاقة، واو صراحة ديزيماج واو، والله العظيم ميرسي بوكو. شوفوا الأجواء في وجدة، يعني راح نكون نشوف ردة فعلي باسكو مازال ما شفتش لي فيديو كاملين، دونك جو بريفير نشوفهم لايف معاكم نتوما. ما عليكم غير تروحوا الانستغرام تاعي تشتركوا، علقوا لي في أسفل تعليقات إيجابية، ديروا لايك وبارطاجيو لا فيديو هذه، وصلوا لا فيديو هذه وماكسيموم للماكسيموم تاع الناس. يلا نروحوا لوجدة، وجدة خويا، وجدة الجارة، وجدة الحدود، وجدة المغربية، يلا نشوفوا الأجواء هناك في وجدة. شوف 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 قول لي كل شيء، قول لي كاع واش تقول، هضر اكتب تعليقات، مي كي تشوف لي زيماج تسكت. علاش؟ باسكو شوف معايا هذا السبب، علاش خرجوا يديروا هكا، علاش خرجوا يديروا دريفت، علاش خرجوا يحتفلوا ولا بوا وفي وسط الليل، علاش؟ سبب واش هو؟ سبب مباراه المنتخب الجزائري الشقيق اللي فاز على المنتخب النيجيري بجداره واستحقاق وتاهل للنهائي الافريقي، والبلاصه وين؟ في وجده، مدينه مغربيه 100% جايه في المنطقه الشرقيه للمغرب، يعني بقرب الجزائر، وحتى في المناطق البعيده عن الجزائر نوعا ما اللي جايه في المنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه، يعني حتى هذيك المناطق واحتفلوا، يعني باش تعرفوا باللي ماشي شيء بسيط جدا، خدم عقلك تفهمها يعني. خدم عقلك تفهم القيمة تاعها وتعرف يعني واش تسوى وتعرف واش هاد ليزيماج يسوى، واش هي الرسالة اللي مور هاد ليزيماج. واو شوفوا يدوروا على الرون بوان واحتفالات، طريقتي يعني طريقتنا في الاحتفالات، ولكن هذا المنبر نوجه يعني نصيحة للناس اللي ياخذوا يعني الفولون يوم احتفال، كونوا حذرين ولبقين. يوم أمس توفى 14/1 في الجزائر بحادث مرور أثناء الاحتفالات، ربي يرحمهم كاملين ويصبر ذويهم وأهلهم، يعني كونوا حذرين. شوف خرجوا برا العائلات، نساء أطفال كبار صغار، أقسم بالله غير شكرا لكم ألف شكر، ميرسي بوكو، ثانك يو، غارسياس. شوف كيفاش دير، ما عينيك ما يتعمروش بالدموع، كيفاش دير ما تحكمش تبوريشا، كيفاش دير ما والله لا لي العظيم غير ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة. يعني علاش راني نحلف باسكو فريمون سافيان دي كور يا ربي سافيان دي كور، والله العلي العظيم من سافيان دي كور، أقسم بالله العلي العظيم من أعماق قلبي. شغل هذا اللي ما تخلوني شغل هكا مقلق فرحان، مقلق ماشي مقلق نيجاتيف، مقلق بوزيتيف، أقسم بالله العلي العظيم. واو كان على أعصابنا فقط، هو كان سلاهم يربحوا، كان على أعصابنا. تحياتي لك أنت، كنت على أعصابك، تحية لكاع اللي كانوا على أعصابهم مثل الجزائريين، باسكو إذا ما كنت على أعصابك دلالة على أنك تحبك حاب هذاك الفريق يفوز بجدارة واستحقاق، وإذا ما كنتش على أعصابك عرف باللي ما هذاك الفريق تشجعوا غير هكاك وصاي. هذه هي يعني تعصب كرة القدم. الحمد لله بلادنا الثانية هذه، بلادنا الثانية، هذه بلادك الأولى. علاش؟ المغرب والجزائر هي بلاد وحدة، خوا، لذلك المغرب بلادي الأولى والجزائر بلادي الأولى، يعني بلادنا الأولى، اثنين بلاد واحدة يعني.
هذه هي شويه فلسفه ولكن جايه في الوسط يعني بينه وبين. المهم خوتي ميرسي بوكو، خواتاتي حباباتي حبابي ميرسي بوكو كامل لكم. ماشي من تما مع العائله ديالنا صراحه الحمد لله سي مون دوزيام بي، يعني انا عائلتي تما الحمد لله ديالي يعني فهي يعني من ماشي يعني زوج ديالها جزائري اختي ديالها. شوف هذه الاخت ديالها زوجها جزائري يعني بناء اختها ولا احفادها ولا بناء اختها، احنا نقولوا حفظها يعني، احنا كي تكون بنت ابناء الاخت نقولوا حفظان، ولكن يعني نقولوا بناء اختها جزائريين. سوا شكون اللي بغات ولادها يكونوا جزائريين مغربيين؟ يعني فرحنا لواحد الدرجه ما غاديش نقدروا نوصفوها. ديجا لو فات كي تخرج وتهضر في الكاميرا وتجيب الفواتير تاعك وتصبح وتصغر وتولول وتشوف الاجواء مثل هذه، صافي فرحه المغرب كامل. صافي راك فرحان حقيقه، يعني ما كناش نتوقع ان المغرب غادي تبارك الله غادي يفرح هذه الفرحه كامله بحال يمكن لو كان يعني اكثر من المنتخب ديالنا. نفس الشيء نفس الشيء والله نفس الشيء، شعور متبادل اقسم بالله. ان شاء الله ان شاء الله من فمك ربي، ان شاء الله كاس جزائري وان شاء الله زوج جزائري ليك ان شاء الله. ماناش نقولوا بلي الزوج الجزائري احسن من الزوج المغربي، يعني كل جزائري كل مغربي نفس الشيء، ولكن نتمنى لها زوج جزائري باش تكون كيما اختها باش يكون كاين العدل. هذه هكا شي كلمه للجمهور والناس ديال الجزائر. كنقولوا نحنا سانديكم وحنا شكرا شكرا يعني شكرا بحال يعني اوني اونصوم رحنا الفرحه اوني اونصوم هنايا بحال رحنا يعني عائله وحده وكل واحد وان شاء الله خوت ونتمنى ومن ربي ان شاء الله ان الحدود تفتح لنا ان شاء الله ونوليو نجتمعوا ان شاء الله ونتمنى الخير ان شاء الله ان شاء الله. زيارات بالسيارات زيارات بالسيارات تلخص كل شيء. حتى انت الله يوفقك ان شاء الله، حتى انت الله يوفقك وربي ينجحك وربي يعطيك ما تمنى وربي يخلي لك هذيك الضحكه تاعك وربي يخلي لك عينيك زوج يقولوا زينوا عيني با. وفرحنا معاهم ونطلبوا لهم ان شاء الله يكونوا غير هذا 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 راه يتبان الفرحه تاعهم من ما لم يحتوجوا، راه يتبان الفرحه تاعهم من ما لم يحتوجوا بلا ما تهضر كاع راك تبان بلي فرحان. يس 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 خوا خوا ان شاء الله ان شاء الله زيد زيد ورحنا معاكم ان شاء الله في الغرب. واه كيما حنايا في الغرب واخا واه نشجعوكم حتى الله فينا ان شاء الله. الله يحفظك الله يحفظك خويا ميرسي بوكو في السراء وفي الضراء، هذا الشيء اللي بغيتو يعني تفرح معنا فوق الفرح وفوق الشده توقفوا معنا، ونفس الشيء رانا نديروه نهار اللي صرا ضر في المغرب حنا الجزائريين نوقفوا معاهم، نهار اللي صرا ضر في الجزائر المغربيين يوقفوا معنا، ونهار اللي صرا فرح في المغرب نفرحوا معاهم، ونهار اللي صرا فرح في الجزائر تفرحوا معنا. الحمد لله والله الحمد لله. اقسم بالله اطلق لي الرمل القبله القبله ان شاء الله ورحنا الحمد لله خوا خوا الحمد لله فوالا ان شاء الله الجزائر وتحيا المغرب بلادنا عاود ننساوهاش الحمد لله. نحن نعمل المسلمين ماشي هما يهود وحنايا فوالا كاينه المينوت كاينه الله يحفظك خويا المينوت خواتو دري في بلاشيري ويتنحاو كاع يتنحاو كاع خويا الميلود بارك الله فيك يعطيك الصحة ميرسي بوكو ليك خويا الميلود تحياتي ليك خويا الميلود من الجزائر العميقة يعني من وسط الجزائر وسط الشمال الجزائري ويتنحاو كاع كما قال خويا الميلود. يعني نختموا الصور نختموا الفيديو هذا بهذه الصور الجميلة الرائعة صور أخوة ممتازة يعني صور تروح للقلب مباشرة. ميرسي بوكو ليكم كاملين وإن شاء الله نشوفوا هذه الفرحة ونشوفوا هذه الوقفة كما قال خونا الميلود. يعني احنا رانا مسلمين المسلمين لابد أنهم يكونوا متحدين يد في اليد وهكا باش نكون يعني نصرة هذا الدين ونصرة
وصلت الأمة تكون بالاتحاد، ماشي بالتشتت وماشي بالتفرقة وماشي بالفتن، باسكو إنسان وحده عمره ما يكون قوي، وإنما كيكون مع بعض يكون أقوى. والأخوة أقسم بالله العظيم غير حنا لو كان حنا لو كان ما غضناش الحال وما شفناهاش باللي ظلم، لو كان ما ناش نهضروا كامل عليها وما ناش نسيو يعني نرطبوا ولا نعاودوا نرجعوا العلاقات يعني إلى أصلها مثل ما كانت وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. نشكركم خاوتي اللي شفتوا الفيديو حتى لفان، بارطاجيو هذا الفيديو خويا الميلود والله يضحكني. الله في روحكم كاملين خاوتي اخواتاتي حبابي حباباتي، وعلى انستغرام تاع اشتركوا بارطاجيو الفيديو هذه، شاركوها مع اصدقائكم عائلتكم امهاتكم ابائكم خواتاتكم خاوتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيس اوت.